وصابر الرباعي عمل أغنية يعني مستوقفانة شوية، لأن ممكن إن هي بتمس موضوع، أو مش بربط الاتنين ببعض، لكن خلانا نفكر في الأغنية بشكل مختلف. هو أغنية عن إن هو بيحب واحدة وبيقول لها بما معناه يعني أنا بحبك كده بطبيعتك في كل مراحلك، انت مش محتاجة ان انت تعملي اي نوع من التجميل، انا بحبك بشكلك. وفي المقابل بنلاقي ان احنا كستات عندنا هوس غير طبيعي بالتجميل، سواء رضينا ام لم نرضى، سواء في ستات عايزين يقولوا او ستات مش عايزين يقولوا، احنا بنحب التجميل. ويمكن اكتر واحدة بتشجع ناس كتير وجرأتها بتخلي الناس تعجب بيها اكتر هي أصالة حقيقي، لان في الشكل الاخير اللي هي طلعت بيه يمكن عامل ترند غير طبيعي، وكل الناس بتسأل ازاي أصالة احلوت كده، وانا بضم صوتي لصوت اللي بيسأله أصالة احلوت كده، هل لان هي من جوه ازدادت ثقة، ولا هل ان هي عملت حاجة في وشها بشكل محترف جدا بشكل رائع جدا خلاها تصغر 20 سنة؟ انا بعتقد انهم كل الاسئلة دي في بعض. أصالة زي ما انتم شايفين ازدادت ثقة وعملت حاجة اكثر من رائعة في وشها، فبقت باللوك الرائع ده. انا شايفة انها جراءة ان هي تعترف ان هي عاملة حاجة. بصي قمر ازاي، يا لهوي. قمر وكل حد بيشتغل على نفسه وبيعمل حاجة حلوة لازم نقول بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، مش اللي هو نقعد نقول وإيه وليه وإزاي و و و أنا معجبة جدا كمان بالثقة، لأن أكيد بيدي الشكل الحلو أو الارتياح أو الرضا بيدي الثقة، مؤكد إن في ثقة. هنتكلم على موضوع الثقة ده، بس لما نقول ان أصالة بكل ثقة، لما في هي كان عندها حفلة في السعودية وشفناها في اللوك ده وبيسألها ايه اللي متغير في وشك، فقالت له ده شيء يطول شرحه، فقال لها يعني في شيء، قالت له اشياء، ولا تسألني لاني لسه في طور الشفاء، لسه لم اشفى تماما. فطبعا الست دايما اكيد بتهتم بجمالها، اكيد انها تهتم بثقافتها بوعيها بكل الحاجات دي، دي حاجات مهمة برضو، لكن فكرة الاهتمام بالشكل ده بقى شيء رئيسي وشيء اساسي في الحياة. السؤال هنا ايه اللي ادى للناس فكرة الاهتمام بالجمال، وهل الاهتمام بالجمال فعلا بيعزز الثقة بالنفس ويخلي الستات تتعافى أكتر وتنتبه أكتر، وهل فكرة الصدمات العاطفية هي اللي ممكن تخلي الست تهتم أكتر بالقصة دي؟ بصي أنا هقولك على حاجة، فيما لا شك فيه إن الجمال، جمال الشكل بيدي للست ثقة إن هي تقدر يعني تعدي من الأزمة. ليه احنا رابطين الجمال بأن احنا نكتسب ثقة؟ أعتقد شيء في العالم كله، أعتقد شيء في البني آدم من جوه. يعني ما لو أنا قلت لك أنا شخصيتي رائعة وهتديني الثقة الكبيرة أن أنا أعرف أتعامل مع الآخرين، بس منها لازم يبقى في الإحساس بأن أنا شخص مقبول، شخص جميل، ومش شرط أبقى قمر عشان بس نبقى احنا بنتكلم ان الجمال مش شرط ان نبقى حلوين قوي. لكن من الملاحظ ان ستات كتيره جدا لما بيقعوا في الازمه، ان كانت ازمه عاطفيه، ان كانت ازمه زوجيه، ان كانت اتطلقت، ان كانت حست ان هي دخلت في عمر معين فابتدت بتبص على نفسها في المرايه فابتدت تقلق من شكلها، بتضطر هنا ان هي تروح تعمل بعض الاشياء التجميليه، او بتضطر ان هي تعمل عمليات تجميليه علشان تكتسب الثقة اللي كانت عندها أو تكتسب ثقة أكبر. ده موجود.